تشكل مخلفات المدن الكبيرة قلقاً كبيراً بالنسبة للحكومات، خصوصاً مع تزايد أعداد السكان. أنا هنا في ويلز للتعرف على تكنولوجيا جديدة في إعادة تصنيع هذه المخلفات تسمى بتكنولوجيا البلازما. تعالوا لنتعرف عليها. Hi, Rolf. Hello there. How are you? Sorry, Lee, but we're gonna borrow Rolf from you. Okay. Thanks. We'll continue later. Thanks. Thank you. So, Rolf, ماذا لدينا هنا؟ هذه تكنولوجيا غاز البلازما، وهي تحويل المواد الصلبة والحيوية إلى غاز عن طريق معالجتها بمحلول البلازما. فمن خلال ذلك تمكنا من إنتاج غاز نظيف جدا من مخلفات المدن، كما يمكن استخدام هذا الغاز لإنتاج الكهرباء عن طريق المحركات التي تعمل بالغاز، كما يمكن استخدامها لإنتاج الهيدروجين، كما بالإمكان أن يستعمل كبديل للغاز الطبيعي أو البترول. إذن فالهدف الرئيسي من هذه التقنية هو إنتاج غاز نظيف من مختلف المركبات الصلبة. إذن رالف، كيف تعمل هذه التكنولوجيا؟ لقد دمجنا نوعين معروفين من التكنولوجيا، إذ يتم استخدامهما على نطاق واسع وعلى أصعدة مختلفة. فالخطوة الأولى هي تحويل المواد الصلبة إلى غاز خام، وعادة ما يكون هذا الغاز كثيفا ومليئا بالشوائب ومادة القار، ومن ثم نعالج الرماد والغاز سوية في محلول البلازما وبدرجة حرارة عالية، فذلك يؤدي إلى تفكيك المواد الصلبة ويساعد في تخليص الغاز من المواد الكثيفة، وفي النهاية نحصل على ما يعرف باسم فولك البلازما أو البلازما وولك، وهو عبارة عن مادة صلبة تساعد في البناء. هذا المعمل يمكن أن يستقبل كل أنواع النفايات والمخلفات، سواء المنزلية أو الصناعية، بل وحتى مخلفات المواد الخطرة، وهذا يسمح لنا بتحويل كم كبير جدا من هذه المخلفات إلى غاز. كما أن هذا المصنع يمكن بناؤه في أي مكان في المدينة وبأي حجم وحسب المساحة. فالمصنع النموذجي الذي تم بناؤه لهذا الغرض يمكن أن يستوعب 170 ألف طن من النفايات سنويا، وبالتالي إنتاج 20 ميجاوات من الكهرباء. نحن نعلم دائما أن مثل هذه المصانع تنتج الكثير من الانبعاثات، قد تكون في كثير من الأحيان انبعاثات ضارة بالبيئة. حدثنا أكثر عن الانبعاثات الناتجة من هذه المصانع. المعالجة الحرارية التقليدية للنفايات، والتي تتضمن حرق النفايات مع بعضها البعض بشكل كامل لإنتاج الكهرباء عن طريق غلي الماء واستخدام البخار الناتج لتوليد الطاقة، هذه الطريقة تنتج تقريبا 25% من الرماد الصلب، وهذا الرماد يعتبر ضارا جدا بالبيئة لأنه ناتج عن مواد صلبة ومركبة، وبعضها يحتوي على مواد كيميائية مثل البطاريات، كما أن هذا الرماد يتم دفنه في باطن الأرض. ما فعلناه نحن من خلال هذه التقنية هو معالجة هذا الرماد وإعادة تصنيعه ليصبح مادة صلبة وقابلة لإعادة التصنيع مرة أخرى بعد الاستخدام، ويمكن الاستفادة منها في البناء، كما إن نسبة التلوث الناتجة عن هذه التقنية أقل بنسبة الخمس مقارنة بالطرق التقليدية، وهو ما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن مستوى التلوث البيئي، كما أن حجم المصانع أقل بكثير من المصانع التقليدية. هل نفهم مما قلته أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تخفف من كم الأراضي المستخدمة لطمر المخلفات المدن؟ نعم بالتأكيد، فنحن نهدف إلى استغلال كل أنواع المخلفات بشكل أفضل، كما أن هذه المخلفات بعد التصنيع تعد مصدرا رئيسا للمواد الأولية والثانوية في البناء، إنها باتت تعتبر مصدرا للطاقة، ومنها يمكن استخلاص مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام. إذن رالف، هل لك أن تشرح لنا بالتفصيل ما الذي نراه هنا؟ هذا المصنع هو مصنع نموذجي تم بناؤه للتجارب، كما ترى هنا يتم استقبال النفايات التي تصنف حسب نوعها، ومن ثم يتم تمزيقها، بعد ذلك تذهب إلى الأعلى عبر أنبوب التغذية، حيث تقع في مسمار التغذية
الذي يطحن هذه المواد ويدفعها نحو أنبوب المعالجة، وهو المسؤول عن إنتاج الغاز غير النظيف. بعد ذلك تنتقل إلى محلول البلازما مع الحرارة العالية والأشعة فوق البنفسجية، وهي المسؤولة عن تفكيك جزيئات الغاز الثقيلة والشوائب وتحويله إلى غاز الهيدروجين والأكسجين، وهذه هي عناصر الغاز النظيف. بعد ذلك يضخ هذا الغاز إلى خارج المبنى. دعنا نذهب للخارج لنريك ما يحدث. لدينا هنا أجهزة تنظيف الغاز، ومنها فلاتر جافة لإزالة العوالق الكبيرة مثل المعادن والفلورايد والمواد الكربونية. يلي ذلك جهاز لخلط الغاز مع مواد تفاعلية أخرى، ومن ثم يتم ضخ الغاز مباشرة في المولد والذي تراه أمامك هنا باللون الأحمر، وهنا يتم توليد الكهرباء من الغاز. دعني أخذك إلى قلب هذا المصنع، وهي غرفة التحكم. هذه الغرفة هي غرفة العمليات والعصب الرئيسي للمصنع، وما تراه أمامك على أجهزة الكمبيوتر هي صور حية لعمليات تصنيع والسطح التفاعلي لكل مرحلة. وكما تعلم فإن الكمبيوتر يتحكم بكل مراحل التصنيع، ولكن لابد من الإشراف البشري خوفا من وقوع أي خلل. إذا نظرنا إلى الشاشة العلوية ترى المخلفات يتم إفراغها داخل الجهاز، وكما شرحت سابقا يتم تمزيقها ودفعها نحو أنبوب التغذية، ومن ثم ترى في الشاشة السفلية أنبوب المعالجة، وهو المسؤول عن إنتاج الغاز غير النظيف. بعد ذلك تنتقل إلى محلول البلازما بالحرارة العالية مع الأشعة فوق البنفسجية، وهي المسؤولة عن تفكيك جزيئات الغاز الثقيلة والشوائب وتحويله إلى غاز الهيدروجين والأكسجين، وهذه هي عناصر الغاز النظيف. بعد ذلك يتم ضخ هذا الغاز إلى المولد. بالإضافة إلى كل ذلك يقدم الكمبيوتر معلومات دقيقة ومفصلة عن مجرى العمليات. Thank you, Rolf. Pleasure to meet you. Thank you.